مساء الخير، أنا ساري حسام وهسه 12:30. بعد سنة 90 وبعد غزو الكويت انفرضت على العراق عقوبات شاملة وحصار اقتصادي مميت، فعانى الشعب العراقي معاناة اقتصادية جدا كبيرة بفترة التسعينات لحد منتصف التسعينات لما قرر مجلس الأمن بالأمم المتحدة أنه يسوي حل مؤقت للعراق يقدر من خلاله أنه يمنع المشاكل الاقتصادية اللي كانت تصير بالعراق. وحتى يحدون شوية من المشاكل الاقتصادية اللي كانت تحيط بالشعب العراقي، أصدرت الأمم المتحدة وبموجب قرار من مجلس الأمن سنة 95 برنامج النفط مقابل الغذاء. هو يمكن سمعنا هاي الجملة لكن احنا مفاهمين كل شنو معناها. برنامج النفط مقابل الغذاء كان عبارة عن انه يسمحون للعراق بتصدير جزء قليل من النفط مقابل شحنات من الغذاء توصله من هاي الدول اللي يصدر لها النفط. فبالفعل بعد سنة 95 بدأ العراق وبسنة 96 تحديدا يصدر يعني جزء من النفط مالته بعد حصار طويل عليه مقابل شحنات توصله من الغذاء من الأمم المتحدة حتى يتم توزيعها على الشعب العراقي. برنامج النفط مقابل الغذاء كان مثل صمام الأمان أو مثل القشة اللي تعلقت بها الحكومة العراقية والمسؤولين العراقيين حتى يقدرون يوفرون يعني اللوازم الأساسية للشعب العراقي بظل الحصار الاقتصادي اللي كان راح يفتح على العراق أبواب كلش كبيرة ممكن توصل لحروب بداخل البلد نفسه ومشاكل أكبر وأكبر وأكبر. فبالفعل وافق العراق مثل ما قلت لكم على هاي الاتفاقية وتم توقيعها وصدروا أول شحنة نفط سنة 96 ووصلت أول شحنات غذائية بداية سنة 97. طبعا الاسم الصحيح المفروض يكون لهذه الاتفاقية هو النفط مقابل الغذاء والدواء، لأنه أيضا الدواء كان مشمول بهاي الاتفاقية. الاتفاقية هاي كانت تتجدد كل 6 أشهر، يعني كل 6 أشهر يرجع العراق يوقع عقد جديد. فاستمر العراق يوقع كل 6 أشهر على هاي يعني الاتفاقية لحد بداية الألفينات لما وصلت يعني قيمة الصادرات للعراق من الدواء ومن الأغذية حوالي 13 مليون دولار. تتخيلون هذا الرقم الجدا كبير، فهذا أيضا سبب مشكلة جديدة وقع بها العراق. طبعا قالوا هواية من المحللين السياسيين انه هاي كانت يعني بس مجرد وسيلة حتى المجتمع الدولي يلمع صورته قدام يعني مواطني حتى شوفوا احنا ترى انسانيين وحبابين، لكن هو بنفس الوقت كان وسيلة حتى يدمرون بيها الاقتصاد العراقي. وايضا المتضرر الوحيد هنا هو المواطن العراقي اللي صار يعني بدل ما يحلوا له مشاكله ويحلوا له مشاكل الحصار لا يعاقبوه بانه ينطوه يعني نمط حياة محدد جدا وشبه إذلال به، يعني أنه الدولة تصرف عليك كأكل وشرب وأدوية لأنه الدولة واقعة. زين ساري، اتفاقية النفط مقابل الغذاء شلها علاقة بموضوع زيارة عادل إمام للعراق لأول مرة؟ الموضوع مرتبط بهذاك الموضوع بصفة كلش مباشرة، لأنه بسنة 2001 بدأوا هواية من الفنانين العرب يشجعون هاي المبادرة، مبادرة النفط مقابل الغذاء، وانه يعني خلاص خلي نشيل الحصار الفني عن العراق، خلي العراق يرجع ينفتح. فبدأوا يروحون زيارات للعراق حتى يآزرون الشعب العراقي، يعرضون مسرحيات، يعرضون افلامهم او يشاركون بمهرجانات حتى يبينون للعالم انه يعني العراق دا يستفاد من هاي المرحلة الجديدة ودا يطلع من سنوات الحصار اللي دامت اكثر من 10 سنوات. فبسنة 2001 راح الفنان وبدعوة رسمية، الفنان عادل إمام طبعا، وبدعوة رسمية من الحكومة العراقية انه يروح ويعرض مسرحية هناك. طبعا زيارة عادل إمام هاي كانت حدث يعني مو بس عراقي، حدث عربي، لانه كانوا قليل جدا الفنانين اللي يروحون للعراق بهاي السنوات، بسنوات الحصار الاقتصادي والثقافي، الحصار عموما. فكان حدث جدا مهم وحدث مهم للعراقيين ايضا. وصلت بهذا اليوم المنشود والمنتظر طيارة من القاهرة الى مطار بغداد الدولي، حملة وفد من الفنانين المصريين، وطبعا يعني على رأسهم النجم الكبير عادل إمام، واللي لقى بانتظاره مئات الاشخاص من مسؤولين ومن رجال امن ومن وزراء ومن صحفيين ومصورين. كان حدث كلش كبير انه عادل امام يجي للعراق لاول مرة خصوصا بهاي الفترة. طبعا هو اول ما وصل صرح رأسا للصحفيين انه هاي زيارته الاولى للعراق وانه سعيد جدا ومتحمس انه يكون ببغداد لاول مرة وانه راح يعرض مسرحيته لمدة 5 ايام، وفلوس هاي المسرحية راح تروح كلها دعما الى اطفال العراق وتشجيعا على الانفتاح الفني والثقافي للعراق بعد سنوات الحصار الطويلة.
وأيضا لقى باستقباله نقيب الفنانين بذاك الوقت داود القيسي اللي استقبله من المطار إلى الفندق. طبعا أيام العرض كانت فقط 5 أيام مثل ما ذكرت لكم، لكن قبل شهرين تقريبا كانت مبيوعة كل التذاكر. طبعا الشيء المضحك والغريب بهذاك الوقت أنه رغم كل المشاكل الاقتصادية إلى أنه مسرحية عادل إمام كانت محجوزة طوال وقت عرضها، كلها كانت محجوزة من قبل شهرين من ما إجا ووصل أصلا هو للعراق. شون كان يتم بيع التذاكر؟ وبذاك الوقت معروف أنه سعر تذكرة المسرح سعر يعني بمتناول الجميع. اللي صار بهذاك الوقت أنه التجار وجماعة السوق السوداء كانوا يروحون للمسرح الوطني يشترون مثلا 100 بطاقة وياخذوها ويبيعوها بالسوق السوداء، يعني يبيعوها ب10 أضعاف السعر. وحتى ذكر لي أحد من اللي راحوا لهذيك المسرحية، هو صديق لي، ذكر لي أن وصل يعني سعر تذكرة مسرحية عادل إمام إلى تقريبا 30 مرة ضعف، والناس كانت تشتري لأنه ماكو مقاعد، كلهم اشتروها التجار، واللي لحق واشترى قبل هذا كان محظوظ، أما هاي المقاعد اللي بالنص والمقاعد اللي يعني معروف هو بالسرة الرابع أو الثالث بالوسط هذا أفضل مقعد، هذا كان أصلا ما تلقاها يعني ما تحصلها. غير أنه بدت المسارح تبيع كراسي عادية، أنه شيل الكرسي ماتك وطب شوف المسرحية، يعني كان حدث كبير وفوضوي بنفس الوقت. المهم أول ما وصل بأول يوم عرض الفنان عادل إمام بعد ما كمل بروفاته وكل شيء، إجا يوم العرض وشاف أنه المسرح انملأ بالناس ودخل حتى يمثل. طبعا قال للممثلين وياه مثل ما هو بنفسه ذكر بلقاء ويا الإعلامية هالة سرحان، قالهم إحنا هنا بدولة يعني خطرة، ديروا بالكم أي تصرف زايد ناقص ممكن نروح ورا الشمس، فخليكم يعني كلش حذرين بكل تصرف راح تسووه على المسرح وكل كلمة تحجوها. طبعا بعد ما اعتلى المسرح لاحظ انه اكو هواية من قوات الامن اللي لازمين اسلحة بداخل المسرح حتى يحموه، لكن هنا حسب ما قال انه يعني اعترض على هذا الشيء وطلب من عندهم انهم كلهم يطلعون خارج المسرح هم واسلحتهم، ويظل وحده يعرض للناس لانهم هذول جمهوره ومستحيل واحد بيهم يأذيه او يسوي له شيء. فبالفعل بدا العرض وتصفيق الناس بدا يتعالى، ويعني كانت واحدة من أهم الليالي المسرحية اللي صايرة بتاريخ عادل إمام وتاريخ بغداد أيضا، كان عرض جدا 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 ناجح. عموما بوحدة من مشاهد المسرحية المفروض يطلع شخص من تابوت ويبدي يرمي يعني كأنما على أبطال مسرحية وعلى الناس، طبعا يطلع بسلاح يعني، لكن أول ما وصلوا لهذا المشهد شاورهم عادل إمام أثناء العرض وقال لهم إلغوا المشهد تماما، أخاف أحد من قوات الأمن يسمع هذا الشيء ويتوقعون أنه هذا إرهابي أو شخص جاي ينفذ شيء بالمسرح، في يعني ممكن يضربون علينا النار ويموتونا كلنا بلحظتها. بعد ما كان يكمل عروض المسرحية كان يتجول يعني طبعا بسيارة مخصصة وحماية بكذا شارع من شوارع بغداد، وراح زار الكاظمية وهناك التقى بجمهوره وصارت هاي الصورة الشهيرة، وطبعا بعدها رجع إلى بلده وبدأ دائما يذكر هاي زيارته بشكل متكرر بلقاءاته التلفزيونية، وذكر أيضا أنه بذاك الوقت زار العراق من أجل الشعب العراقي وأطفال العراق، أبدا مو من أجل الحكومة أو يعني الرئيس بهذاك الوقت. لهنا خلص هذا الفيديو، كان فيديو يعني بسيط وموضوعه بسيط أيضا، لكن يعني كان دائما أني واحد الناس أسأل شنو كان سبب زيارة عادل إمام للعراق وليش إجا للعراق، فحبيت أنه أحكي لكم ليش، واكتبوا لي شنو حابين أحكي بالفيديو الجاي، ولا تنسون لايك إذا عجبكم الفيديو، جدا راح يدعمني وجدا راح يعني يوصل لهواية ناس، فاللايك كلش 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 مهم، وطبعا تصبحون على ألف خير.